ابدا اعرض داير مش عايز تجيب الظرف ماشي. كل ده عشان تعمله كان لازم تخلق هيكل لوجيستي جديد لمصر. مصر كانت عندها شبكه الطرق 24,000 كيلو موجودين من ايام الملك لغايه دلوقتي، ما زادوش على مدار الفتره 52 لغايه نهايه 2008 اكتر من حوالي 6000 كيلو متر مربع في الفتره دي. انت خلال الفتره من 2014 لغايه دلوقتي رفعتها ب 6000 وبتستهدف ان انت توصل ل 10000 متر مربع في الطرق خلال الفترة اللي جاية. التكامل اللي بين المشروعات بعضها البعض، الرؤيه المستقبليه، فكره ان انت بتخلق النهارده استثمار في تحول اكبر، وبتحاول النهارده انك انت توزع النمو الاستثماري اللي موجود على مستوى مصر، هو اللي خلق النهارده البنيه القويه على المستوى الاقتصادي اللي تقدر تبني ده. هي دي مصر.